تمرد في تونس. هؤلاء الشباب ينشطون لجمع أكبر تأييد لعريضتهم المطالبة بسحب الثقة من المجلس التأسيسي الذي يعتبرون أنه أخفق حتى اللحظة في التوافق على دستور جديد للبلاد عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي. اسمهم مستوحى من التحرك المصري بخصوصية تونسية. ماهيش نسخة مطابقة لحركة تمرد مصر، تختلف عليها لأنه تونس عندها طبعها الخاص. الشعب حسينا أن الناس كل فادة، الناس كل قلقة، صحيح تشجعنا وبديناها من قبل 30 جوان، من قبل ما تنجح حركة تمرد مصر. لا شك أن نجاح حركة تمرد المصرية في حشد العديد من المصريين للتظاهر وما أدى إليه من عزل للرئيس محمد مرسي شكل صدمة إيجابية لحركات المعارضة في دول عربية مختلفة. في مصر الفكرة بدأت بتحرك ثلاثة من الشبان تمكنوا في غضون أسابيع من خلق حالة سياسية غيرت مشهد الحكم. في المغرب شباب يحاولون استنساخ التجربة أيضاً ولو بتحرك متواضع جداً حتى اللحظة. هناك يعني مجموعة من الانتصارات مع مجموعة من الحركات الاحتجاجية في العالم العربي، باعتبار هناك كما قلت آلام مشتركة مع هذه الشعوب. هناك حركة تمرد المصرية التي استطاعت يعني انحصار الحركات الإسلام السياسي واسترجاع قوة حركة 25 يناير، وبالتالي ظهور المغرب في هذه الحركة هنا كان تواصل بشكل قوي. وهنا تظاهرات نشرت صورها حركة التمرد البحرينية في إطار سعيها لتأسيس تحرك حاشد في 14 من الشهر المقبل ذكرى استقلال البحرين، بينما تطالب الحركة بمزيد من الحريات وبمشاركة أكبر في الحكم. لم يمر وقت طويل على تحركات معارف بالربيع العربي في عدد من الدول العربية، وها هي معظم تلك الدول تشهد اليوم طوقاً لدى شرائح فيها لتحرك جديد. تمرد على تغيير يبدو أنه لم يأتي حسب ما اشتهى منادون به، أو محاولة لإحياء أمل بتغيير لم يأتي بعد. كريم طرباي، بي بي سي.